الله فيكم. يسأل عن لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أيضا هذا حديث عظيم سبحان الله وجليل، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من يتأخر عن الصلاة. نعم الله المستعان. سبحان الله يا أخي، يعني الإنسان ربما يتأخر في البداية عن التبكير إلى الصلاة فلا يأتي إليها إلا بعد الأذان، ويكون كما قال بعض السلف لا تكون كالسارق لا تأتي إلا بعد أن ينادى عليك. سبحان الله الله المستعان، وصلى الله يرحم حالنا ويتوب علينا. وربما أيضا مع الأيام يتأخر حتى تفوته السنن الرواتب القبلية، السنة الراتبة. نعم. ثم يتأخر حتى تفوته تكبيرة الإحرام، ثم يتأخر حتى تفوته الركعة الأولى، ربما يتأخر حتى تفوته الجماعة فيقضي سبحان الله، أو يصلي مع جماعة أخرى. وكما قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ولا يزال الرجل أو لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، نسأل الله العافية، حتى يحرم من الصلاة مع الجماعة بالكلية. وهذه خطوات الشيطان سبحان الله، شيئا فشيئا يأخذ العبد المؤمن بالتدريج، يقعده عن الطاعة ويوهن عزيمته ويثبطه شيئا فشيئا، حتى يرى أنه في يوم من الأيام وما كان يتصور أنه يصل لهذا المستوى ربما تفوته صلاة الجماعة كلها، صلاة الجماعة كلها، أو تفوته تكبيرة الإحرام، ويكون هذا عادة وديدنا له. وربما والعياذ بالله بعض الناس حتى تفوته الصلاة في المسجد فيظل يصلي في بيته، ثم أيضا مع الأيام لا يزال يتأخر حتى يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي الصلاة حتى في بيته، في البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، أن الإنسان إذا يعني قعدت به همته وضعفت عزيمته وأخذ يتأخر وسمح لنفسه بذلك فإنه لا يأمن على نفسه أن يترك الصلاة، وهذا شيء مشاهد سبحان الله. وليس هذا خاصا في الصلاة، صحيح أنه جاء يعني ورد في موضوع الصلاة، لكنه في كل الطاعات والعبادات سبحان الله. لا يزال الإنسان يتأخر شيئا فشيئا ويسمح لنفسه بذلك، ويبحث عن مبررات وأعذار وحيل نفسية تعفيه من الحرج، حتى يأتي عليه زمان لا يتوقع أنه يصل إلى هذا المستوى. وعكس ذلك أيضا في باب المعاصي سبحان الله، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي الآية الأخرى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. سبحان الله، هذا في باب إقعاد الإنسان عن الطاعة والمسابقة إلى الخيرات، وفي أيضا إيقاعه في المعصية وتهوينها عليه. تجد أنه مثلا في موضوع الزنا عافانا الله وإياكم وجميع إخواني المسلمين، ما كان يفكر أنه في يوم من الأيام يمكن أن يفعل هذه الفاحشة النكراء والعياذ بالله ويعصي الله، لكنه تساهل بالنظر الحرام، ينظر إلى الصور الأجنبية، صور النساء الأجنبيات في الشاشات وعبر المواقع الإلكترونية وعبر الصحف والمجلات وفي الطرقات والشوارع والأماكن العامة، ويتساهل بهذا. ثم سبحان الله، هذه الخطوة الأولى، يبدأ والعياذ بالله بالبحث عن المواقع الإباحية التي لا تكشف فقط الوجه أو حتى الصدر والنحر، بل تكشف العورات المغلظة وتعرض الزنا والفواحش والعياذ بالله. ثم يجد نفسه في يوم من الأيام يمارس الزنا شيئا فشيئا، وهذا معنى قول الله عز وجل ومن رحمة الله بعباده لا تتبعوا خطوات الشيطان، والطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة. صحيح. نعم.